يسعد صباحكم مشاهدين برنامج صباح الشرقية من وين ما كنتوا تتابعونا. اليوم عندنا هواية مواضيع مختلفة لكم، فخليكم ويانا وصباح على زين. يسعد صباحك يا زين. صباح الفل على الزهراء وعلى كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. مبلشين وياكم حلقتنا لهذا الصباح، والبداية راح تكون مع العناوين. هل لديك هوس أو إدمان في شراء شيء معين؟ وكم تملك منه؟ هذا سيكون موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. تأثير الأكل على الهرمونات لدى الرجال والنساء، تحدثنا عنه خبيرة التغذية رغد جومان. ومن أربيل جولة في أروقة القلعة التراثية التي يقصدها الزوار. أما في الأخبار المنوعة لليوم، في عرس فلبيني باقة زفاف تستبدل الورد بالبصل، فما السبب؟ ومنزل يدور حول نفسه، فما قصته؟ وتفاصيل أكثر ستشاهدونها في حلقة اليوم. مشاهدينا، بختام العناوين اكيد ما راح ننسى سؤالنا التفاعلي اللي موجود ويانا بكل حلقه، هل انت مدمن على شراء شيء معين وما هو؟ اكيد تقدرون تتفاعلون مع سؤالنا عن طريق نسخكم للكيو ار كود الظاهر اسفل الشاشه اللي راح ياخذكم لصفحتنا على الانستغرام، وتقدرون تقولوا لنا شنو هي اغلب او اكثر الشغلات اللي انتم مدمنين على شراءها. واني راح اسال زهره اول شيء كالعاده، انت شنو اكثر شيء تحبين تشتريه؟ كالعاده انا يعني اكيد مثل البنات، اكثر شيء يمكن نحب نشتريه هو الملابس، الميك اب، الشغلات اللي تخصنا ونستخدمها بشكل يومي، خصوصي اذا عندنا شغل. فهي هاي الشغلات اللي ما نستغني عنها. شنو عن الشباب؟ أني أعتقد أغلب الشباب يمكن الساعات والعطور تكون الشغلات اللي هم يكونوا مدمنين على شرائها بشكل عام. لكن مو شرط، راح نستكشف أكثر اليوم للحلقة. يلا عليكم مشاهدينا، مبلشين حلقتنا وياكم اليوم. راح ناخذكم اليوم بجولات وفقرات، بس قبل ما نبدي حلقتنا وقبل ما نحكي عن استطلاعنا اليوم، عزيز ويانا لايف بس مو من الاستوديو، من خارج الاستوديو. وين؟ بقلعة أربيل، راح نعرف بها عن مواقع الأثرية والتراثية والمتاحف اللي يقصدوها الزوار حتى يروحون لهناك. فخلي نصبح على عزيز. صباح الخير عزيز. صباح الخيرات عزيز. يسعد صباح زهراء، صباح خير عليكم زهراء وزين. يعني اليوم أنا موجود بقلعة أربيل، يعني هذا المكان اللي أمام قلعة أربيل هو اللي هم يسموه أتوقع، يعني هذا المكان كله هو أساساً محسوب على قلعة أربيل. شوفوا أغلب الناس اليوم يشوفون قلعة أربيل يجوز بس سور، يعني أو يتوقعوها بس سور، بس بداخل هذه القلعة أكو بيوت وأكو محلات. فاليوم يعني رح نصعد فوق بداخل القلعة حتى نستكشف المكان أنا وياكم سوا، وبنفس الوقت نشوف طبيعة الأجواء هناك شلون تكون، خصوصاً الصبح أكيد أكو أجواء مميزة. عزيز قل لنا شلون الاقبال اليوم؟ هو طبعا كل يوم الصبح تكون مزدحمه، لكن اليوم همينا خميس، قل لنا عن الاقبال وعن الاشخاص الموجودين. هل اكو اشخاص او من جنوب جايين زوار وسياح؟ طبعا يا زين، شوف بمجرد ما توصل لهذا المكان اول شيء راح تلاحظه هو الناس موجودين بكثره كلش عاليه. اولا المنطقه تجاريه، هذا شيء متفق عليه. ثانيا تعتبر منطقه سياحيه هم، فتشوف اليوم انه اغلب الناس اللي يروحون او يقصدون مدينه اربيل من ضمن جدول زياراتهم اللي هو لازم تكون عندهم زياره للقلعه، لان تعرف الاجواء الصباحيه هنا تكون مختلفه، خصوصا اذا كان الريوق ريوق شعبي وكل هاي التفاصيل، فالناس تحب هاي المواضيع. طبعا راح نرجع لك احنا عزيز من داخل القلعه، وكلش حابين نعرف تفاصيل اكثر ونشوف وياك اليوم هاي الجوله، ونشوف الناس ايش قد متحمسه تزور هذا المكان، بس بعد ما نكمل فقراتنا. شكرا لك عزيز. شكرا راجعين وياك عزيز. طبعا احنا اليوم كنا نحكي عن شغلات الادمان اللي ممكن احنا نشتريها زين، ف
شو رايك اليوم باستطلاعنا؟ شنو راح نسوي؟ استطلاعنا راح نشوف اكيد اراء الناس شنو كان وشنو هي اكثر الشغلات اللي هم مدمنين عليها، فكلنا نحب نشتري اشياء مشاهدينا تكون جديده ونكون مهووسين بهاي الشغلات، فراح نروح احنا باستطلاعنا وراح نسال الناس بالتحديد شنو هي اغلب الشغلات اللي انتم مدمنين على شراء، فراح نشوف الاجوبه سوا. طبعا اكيد بس شلون احنا نقول كل شخص عنده فد هوس شراء في شغله معينه. انا بالنسبه لي هوسي الملابس والعطور، هوايه احب اشتري يعني هاي الشغلات، يعني ويا الموضه شنو اللي ينزل جديد نحب نجدد اكيد يعني، وشغلات احسها يعني لازم كل شهر ينزل فد ابديت على الملابس على العطور على شغلات، لازم احنا نواكب العصر ونواكب الموضه، فاكيد عندنا هيك شيء يعني وهاي كلش ما ينعدون يعني اكيد يعني كنتور ما يكفي حاليا، عطور نفس الشيء، تشكيله تخلص تشكيله ونجيب تشكيله، واصلا اكو شغلات عندها يعني عندي ما خلصانه اروح اجيب من نفس الشغله فد اثنين ثلاثه هيك يعني، احب هاي الشغلات كلش. بصراحه انا الهوس اكثر شيء عندي بالملابس، يعني اشتري ملابس خصوصا ملابس الرياضه باعتبار اختصاصي من ضمن اختصاصي الرياضه، فاحب دائما بفتره فتره يعني اجدد الملابس، واحب الالوان يعني من النوع اللي يعني عندي جرأة انه البس ما ادير بال، فهذا والله قلت لك يعني هو هوس يعني مو بيدي، ايش قد هسه لو تجي تشوف يعني الكنتور مليان وكل مره اقول خلاص ويعني بالبيت يقولون لي كافي بعدين ما حتوديها، بس هي ما اقدر شيء مو بيدك يعني، اكو ناس تذب فلوسها على سيارات اكو ناس تذب فلوسها على اكل، انا هاي مشكلتي بالملابس خصوصا قلت لك ملابس الرياضه، فيا ريت يعني اكو في الطريقه بحيث ابطل هذا الشيء لانه مسوي لي مشاكل بالبيت. اوه تعال شيء لك واني هواي يعني الشيء اللي ألبسه مثلاً ما يتكرر يمكن خلال يمكن أسبوعين هيك ثلاثة ما يتكرر، فتعالوا طيب إيش قلت تريد؟ طبعاً كل الناس عندها شيء مختلف عن شيء، أنا هسه عندي شغلتين الجنط والعطور، الجنط عندي كل الألوان وكل الموديلات، بس كل ما أشوف موديل جديد صح إنه هذا اللون عندي أو هذا الشيء موجود، بس هم أنا أحب أجدد. والعطور كذلك هم موجودات يعني كوما عطور، لان ما شاء الله كل يوم ينازل شيء جديد، يوم بالبخور يوم بالفواكه يوم بالورود، فهم انا نحب دائما نجدد ونشتري اشياء جديده. طبعا طبعا هذا الشيء اكيد. العطور يمكن مجرين كاملات، بس عطور يعني كل الانواع تلقى موجودات مجرين خاصات. اكيد احب دائما ابدل سيارات مثلا تليفونات، امل بساعة يعني من الشغله، فمن اخوك اشوف الشغله احلى اليوم قبل رحت بدلتها رحت اخذت شغله ثانيه، مثلا سياره عجبتني سياره ثانيه لون ثاني تمام، التليفون كذلك دائما احب ابدل يعني شوي يصير ملل عندي بساعه بساعه يصير عندي ملل، فدائما احب ابدل. قلت لك هو الملل يصير عندي مثلا الملل من الحاجه، مثلا شغله تقدم عندي صار لها سنه يعني شلون اضوج من عده، احب اروح ابدل في شغله ثانيه تصير احلى يعني تحلى بعيني، اسبوع همل منها، من هنا الطفل هيج. يلا. هو تليفون واحد بس يعني كل ست اشهر لو اكسره على مود اروح اشتري واحد جديد. ايش تخيل؟ او وقع ها وقع من ايدي انكسر. اي نعم اكيد كل شخص بالحياه هذا عنده شغل يعني عنده هوس بشيء معين صراحه. انا من كنت صغير صراحه عندي يعني هوس بالسيارات، شلون لا، فضل رب العالمين. كبرنا طور شغله وصار يعني مهنتي بهاي الشغله عن طريق البيع والشراء. زين اي نعم اكيد شيء عطور هو افضل شيء يعني فشيء مميز
وصراحة هسه كثرة العطور بشيء يعني كلش كبير، لكن تبقى العطور المميزة ذات أهمية كبيرة. والله أنا صراحة أحكي لك إياها بكل صراحة زين، بأنه أنا شخص يعني عزيز علي، خلى عطر شيء مميز لحد الآن أنا أحبه. أنا هم نفس الشيء يعني للسيارات، أنا أحب أشتري سيارات، أبدل السيارات، يعني شيء ما أثبت على شيء واحد، ومن نوع يعني رأي مو ثابت متقلب، يعني أحب أشتري سيارات وأبيع، والحمد لله كبرنا وصرنا شباب وأخذنا السيارات واشترينا، وكنا وإحنا صغار نتمنى هذا الشيء نجيب ألعاب يعني صغار، هسه لا الحمد لله شكل كبرنا وشباب. الملابس أحب أكون مختلف، يعني دائما مختلف عن شيء، يعني مثلا اليوم لبسي من أطلع يعني يكون مرتب، يكون أشتري شيء يعني غريب عن العالم، شيء جديد، شيء يعني حلو، يعني مميز عن اللبس يكون مرتب. عندي مثلا هوس شنو اشتري احذيه، وكل شهر او كل اسبوع لازم اجدد الحذاء اذا مثلا يعني نزل الموديل الجديد او هايه، فهواي عندي الوان احذيه وهواي عندي اشكال، وعندي هوس همينه بالعطور، عطور عندي خانه كامله كلها عطور، ويعني كل ما ينزل عطر جديد بماركه جديده اشتريه، وهمين عندي همين هوس بالملابس والاكسسوارات بالملابس، احب كلش كلش اشتري ملابس، لازم مثلا لبسه البسها مره واحده او مرتين، ما اقدر يعني اجددها كل مره. ف لانه اشتريهم بكثره لانه احسهم كل اسبوع او كل شهر لازم نجدد اللبسه، لانه من نلبس نفس اللبس احس انه خلص اللبس صار قديم ومو ستايل، فلازم اجدده. وعندي همين الاكسسوارات، هواي هواي اشتري اكسسوارات، اشتريهم وما اشتري مرات ما البسهم، بس يعني انتظر مودتهم تجي، حتى لو مودتهم تروح ما اذبهم، ابقيهم يمي لانه ترجع مودتهم. تقريبا عندي هيك شيء 4 علب كاملات كبار اكسسوارات، وهن والعطور همين العطور خانه خانه ونص هيك. إذا مشاهدنا رجعنا وياكم بعد ما شفنا هذا الاستطلاع وشفنا آراء الناس وشفنا هم شدي يقولون وشنو هي شنو هو الهوس الموجود عندهم. راح أحكي عن الشباب اللي طلعوا، إذا تشوفين أغلبهم قالوا هدوم رياضة أو مثلا سيارات، واحد طلع قال تليفون، هاي يمكن موجودة عند الكل. لا قال لي صار عندي ملل ولازم أغير دائما التليفون. ليش إحنا اليوم بدنا نحكي عن هوس، عن فشي إدمان، إنه أنت فشي ما تقدر إذا ما تغيره. مثلا على سبيل المثال إحنا إنه خلينا نقول الحمرة، إنه إحنا عندنا إدمان نشتري أكثر من لون، يمكن أكثر من لون هم متشابهين. لا أنتم مو لون، بس أكثر من تدرج في اللون. أي أكثر من تدرج بالضبط، فإنه هذا هم نوع من أنواع الإدمان. بس دا أقرأ اليوم بالتعليقات، أكو شباب مثلاً يعرفون أصدقاء لهم كاتبين عنهم شغلات، من صديقي ما يقدر إذا مو كل شهرين يبدل سيارته. أوف. والتليفون. الأحذية هم دا أشوف شباب كاتبين أحذية رياضية أو أحذية الطلعة. أحمد يقول هو تشوف تختلف من شباب البنات، يعني اختلاف جذري كامل. أحمد يقول عندي موتور، يعني موتور عادي ولازم أحب أبدله بين فترة وفترة. إحنا دا نحكي بس حتى إنه مثل ما قال زهرة، إحنا دا نحكي عن فد شيء يكون غير الطبيعي، إنه ما يكون طبيعي. أنت ممكن بين فترة وفترة تبدل تجدد، بس إحنا دا نحكي لا، إنه أنت قبل لا يصير فد شيء ستوك أنت تبدله، أنت تحب عندك هوس بهذا الشيء. ايه، على طار الهوس والتنظيم وشون احنا ممكن نسيطر على نفسنا، هذا حيكون موضوعنا اليوم ويا ضيفتنا. والتنظيم ويا ضيفتنا اليوم خبيرة التغذية رغد جومرت، حتحدثنا عن تأثير الأكل على الهرمونات لدى الرجال والنساء والقدرة على الإنجاب. صباح الخير عليك. صباح الخير رغد. صباح النور. قولي لنا انت شنو عندك؟ اكيد انت همين عندك هوس. هو مو هوس، هو يعني هاي كل البنات مثل ما قالت زهرة. لا مو ادمان يعني، بس انه مرات بدون سبب يعني او بدون حاجه، اللي طبعا الملابس والاحذيه خاصه الاحذيه يعني. زين اليوم بدنا نحكي عن الهرمونات،
هواي نسمع عنها بس نحب نعرف تفاصيل عنها اكثر فحدثينا. تمام، الهرمونات هي منظم او خلينا نقول الـ كل التنظيم اللي يصير بالجسم كل فعالياتنا تقع تحت سيطره الهرمونات. احنا مو ماكينه واحد اثنين ثلاثه، لا، احنا الهرمونات هي اللي تسيطر، هرمون صاعد هرمون نازل، هذا ياثر على هذا، اكو فد نتورك كل فعاليات جسمنا متاثره بالموضوع. رح نحكي اليوم خاصة عن الهرمونات اللي تأثر على القدرة على الإنجاب أو على الهرمونات اللي هي الأنثوية والذكرية. خلينا نقول التغذية كلش إلها دور وتلعب دور كبير بهالموضوع، والتغذية أيضا والوزن سواء كان وزن قليل أو وزن هواية، يعني سمنة أو نحافة مفرطة، كل هاي تأثر على الهرمونات والقدرة على الإنجاب. القدرة على تكوين البويضة أو البيضة والقدرة على تكوين النطف أو الحيامة. زين، ممكن إحنا نأثر رغد بشكل كبير على الهرمونات عن طريق إنه يكون عندنا فد جدول غذائي منظم صحي. تمام. هل هذا الشيء يأثر بشكل اليوم كبير؟ اليوم جبت لكم فد كم نوعية صنف أكل. جميل. يأثر تأثير إيجابي. رح نترك الأشياء السلبية، رح نحكي على أشياء إيجابية فقط. نبدأ بالهرمونات الذكورية أو اللي هي خلينا نقول نوعية الحيامة، نوعية النطف، نوعية عددها، وهاي كل الأمور اللي تأثر على حصول الحمل. أول شيء كلش مهم وكلش يساعدني بزيادة هذا الموضوع اللي هو المحار. المحار أو الأويستر اللي هو إحنا شوية أكلنا بالعراق مو كلش هواية ناكل، بس مثلا لما نروح تركيا أو دول المجاورة الدول البحرية اللي هي تطلع على البحار تكون عندهم هاي فد شيء كلش من ضمن وجباتهم الغذائيه. كلش غني بماده اسمها اسبارتيك اسيد، هي فتح حامض اميني، كلش يساعد لي على انه الهرمونات الذكريه تتحسن وتتطور ويساعد على زياده انتاج الحيوانات المنويه. الشغله الثانيه اللي هي خضار الورقيه، كرافس، معدنوس، شبنت، بصل اخضر، كل شيء، سبيناغ، سلق، ما ادري شنو، كل هالاشياء الخضار الورقيه غنيه بالفوليك اسيد تساعد لي ايضا بزياده الحيوانات المنويه، بالاضافه الى الجوز. الجوز همينة كلش غني بمعدن الزنك اللي هو مضاد للأكسدة وضروري لإنتاج هذه الحيوانات النووية. بالجهة المقابلة لما نجي على حجم البيضة اللي هو كلش ضروري في يعني إمكانية حصول الحمل وعدد مرات التبويض أو الدورة الشهرية اللي يعني انتظام الدورة الشهرية لدى الفتاة، راح يكون عندي فد شيء كلش البنات هم يحبوه اللي هو الأفوكادو. الأفوكادو غني بالدهون الصحية وغني بمكونات تساعد على زيادة حجم البيضة. الشيء الثاني أيضاً اللي هو السمسم. السمسم صديق المرأة، يعني خاشوقة سمسم يومياً على الريق ويا شوية حليب كلش راح يساعدني مستقبلاً بزيادة حجم البيضة وإمكانية حصول الحمل إن شاء الله. يعني تعرفين رغد، مرات بعض النساء تقول لك أنا كلش أحب البنات أكثر من الولد أو أحب الولد أكثر من البنات. تمام. فهل أكو همين أكلات معينة تساعد أنه يكون هذا الطفل بنت أو ولد؟ تمام. للأسف ماكو أي بحث يؤكد هذا الشيء. اللي دا يصير عبارة عن مثل نقول إحنا يعني الخطأ والصواب. يعني كلها معتقدات، اكو مثلا جداول هنديه، جداول من الشرق يعني شرق اسيا يستخدمون هاي الجداول، واحنا يعني جايه يمنا، حتى اكو احيانا طبيبات نسائيه ينطون هاي الجداول، ممكن تصيب ممكن تخيب، ماكو شيء علمي او بحث علمي يقول هذا الاكل ممكن يساعدني بالحمل بذكر او الحمل ببنت او ولد، هاي الاشياء كلها. لذلك يعني من يعني الامهات او يعني خاصه الامهات الجديدات نحاول لا تروحون هوايه زايد ويصير عندكم هذا الهوس، بما انه تحكون عن الهوس هالحلقه، انه اكل فلان شيء حتى احمل بولد واكل فلان شيء حتى احمل بانثى. للاسف ماكو اي يعني ايفيدنس، يعني ساينس دليل انه واقع يكون هذا الشيء. جميل جدا، يعني احنا نصحح مفاهيم خاطئه او منتشره بالمجتمع. نحكي عن تاثير الرياضه همينا رغد، ايش قد ممكن الرياضه همينا يكون لها عامل ايجابي او تكون عامل ايجابي حتى يعني تزيد فرص الانجاب او انه تنجح الحمل؟ كلش لها تاثير كبير، بس من الاخطاء الشائعه ايضا اللي هي لدى الشباب والبنات انه انا كل ما كان عندي عضلات او كل ما اسوي تمارين اللي هي الهيت اللي انتنسف يعني تكون كلش قويه، بناء عضلات يعني بناء عضلات وتمارين كارديو كلش قويه راح يزيد لي انه صحتي واموري، لا، بالناحية الانجاب وناحيه تكوين الحيوانات المنويه وصحة البيضة، لا، نحاول نروح إلى المودريت، أشياء اللي هي متوسطة الشدة، خفيفة إلى متوسطة الشدة. الزيادة بالرياضة راح يسبب لي عكس، لأنه راح يزيد لي هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون
التوتر بالنتيجة يضبط لي هرمونات الذكرية والأنثوية. زين رغد قولي لي، خليني نحكي من طرف ثاني، إذا حكينا عن الرياضة، إذا أكو مثلا خلي نقول بنات بوزن جدا جدا قليل، هل قبل الحمل لازم هم يزيدون وزنهم حتى تصير عندهم قدره لحياه صحيه احسن؟ تمام. انا دائما اشجع اقول لازم دهون الجسم نتخلص منها ونتخلص من دهون الجسم، لكن انه نتخلص بحيث انه نوصل بالحد الطبيعي، نزلنا عن الحد الطبيعي حتى الدوره عند البنات تنقطع. فالدهون كلش مهمه بالنسبه للبنات، اكو حد طبيعي نورمال رينج للدهون الطبيعيه يعني للشباب والبنات، فنزلنا عن هذا الحد ايضا هو فد شيء غير صحي وراح يسبب لي مشاكل من ناحيه الانجاب وفصول الحمل. زين هم اكو عوامل اخرى رغد، بدنا نحكي عن الاطعمه، القهوه مثلا، المشروبات الغازيه، التدخين، قولي لنا همنا على الرجال ممكن هذا يعني هاي العوامل همنا يكون لها تاثير؟ طبعا 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 كثره يعني الكافيين، تناول المشروبات الكحوليه بكثره، احنا بدنا نحكي عن الادمان بالضبط يعني إدمان. هذا هو القصد يعني بالضبط إدمان. يعني مو انه مثلا يعني يعني هاي الاشياء الطبيعيه او نورمال رينجز او مثلا مرتين ثلاثه بالاسبوع هاي كلها لا، بدنا نحكي عن الادمان، ادمان التدخين، ادمان المشروبات الكحوليه، حتى ادمان المشروبات الغازيه يعني هاي هي السكريات الزياده، ادمان الحلويات، كل هذا ياثر لي سلبا بالنسبه للذكور والاناث على حصول الحمل والقدره الجنسيه على الانجاب. زين انت يعني اليوم نصيحتك انه للرجل وللمراه من هم يخططون انه يكون اكو بيبي، هل هم يبدون يصححون اكلهم؟ هل هم الاكل والرياضه سوا؟ شلون تبدا خطتهم؟ تبدا قبل 3 اشهر من التخطيط، يعني عندي 3 اشهر اصلح بها نفسي بعدين احاول اجرب انه يصير الحمل. فاحنا نسميه بريكونسبشن، ما قبل حدوث الحمل 3 اشهر لازم ابدي انه اغير من نظامي شويه شويه، اضيف هاي الاكلات اللي حكينا عليها الى روتيني اليومي مع حركه خفيفه، يعني ما يحتاج انه اروح لازم اسجل بالجيم وابني عضلاتي واتشنج ارجع على البيت اني ما اقدر اتحرك على مود والله يصير عندي عضلات واتحسن انه قابليه الحمل، لا حركة خفيفة يعني مجرد تمشي 30 دقيقة يوميا، شوية بايسيكل، شوية كارديو، يعني هالأشياء كلش خفيفة وبسيطة ممكن نسويها بالبيت، بس راح نشوف تأثير إيجابي بعد 3 أشهر على حصول الحمل. جميل جدا. إذا يعني بدنا نحكي عن أهمية الرياضة وتأثيرها وشون واحد منا يعني يحسن من نظامه الغذائي حتى يكون له حياة صحية زينة، اللي بالنهاية همنا بالنتيجة تكون مفيدة للحمل، وممكن النيو كابلز ممكن ياخذون بعين الاعتبار هاي الشغلات كلها. شنو هي نصائحك انت رغد يعني بشكل عام للشباب للبنات همينة يعني حتى يحسنون من النظام؟ صح، القابليه الحصول الحمل او يعني حصول الحمل كلش له علاقه بالحاله النفسيه، فاني دائما انصح انه خاصه البنات يجون الكلينيك انه نهدي من الحاله النفسيه وشده التفكير والتوتر والدبريشن وهاي الاشياء كلها، بس نهدي هرموناتنا راسا راح تتحسن وتصير امورنا اوكي. يعني رغد ذكرتي نقطه كلش مهمه، الحاله النفسيه، اكو اشخاص لحد الان ما راضين يفهمون ايش قد حالتهم النفسيه تاثر على حياتهم على صحتهم وعلى كل شيء، يعني يمكن احنا البنات حتى تاثر على شعرنا على بشرتنا، فالحاله النفسيه يمكن اول شيء لازم احنا نفكر به. مليون بالميه صح، يعني الحاله النفسيه احيانا عند بعض الاشخاص اهم من التغذيه. يعني لما يحسن حالته النفسيه راح ينزل وزنه اوريدي حتى لو تغذيته كانت سيئه، فالحاله النفسيه كلش ضروريه. وهسه البحوث الجديده كلها تقول انه حتى انه ابدي تصالح ويا الاكل، هل انت متصالح مع الاكل انت لو انت متزاعل ويا الاكل؟ أي. لحد هالدرجه يعني انه نفسيا يعني نفسيا راح ينزل وزنك اوريدي بدون اي دايت بدون اي رياضه، مجرد انه تتصالح ويا نفسك. انا اخاف اذا احنا نتصالح ويا الاكل ناكل بعد اكثر، فخلينا متزاعلين احسن. أنا ما خلينا متزعلين من الاكل احسن على الهواء، فخلينا متزعلين احسن، بس البحوث الجديده تقول كلش لها تاثير. لا يمكن زين خلينا ناخذها من ناحيه ايجابيه انه صح. انت اللي تاكل اكل انت مو مقتنع به وتجبر نفسك تحسس نفسك انه انت مجبور عليه، لان يمكن نفسيا ما راح تقدر تنزل وزنك. بالضبط صحيح، يعني هيك شيء يجوش ناس فقط. طبعا طبعا هذول الناس اللي هم الايموشنال ايتينج والبينج ايتينج، اللي ياكل ياكل بس انه بعد يروح مثلا عفوا يتقيأ، او مثلا ياكل يريد ياكل وحده ما يريد احد يشوفه، هاي كلها من علامات اللي هم يسموها ايموشنال ايتينج، او انه انا عصبي ضغط ممكن عصبي تعبان من الشغل ارجع المكان المفضل الي هو يفتح الثلاجه يقعد يخلي الكرسي مقابل الثلاجه ويعيش حياته.
طبعا اعطيتينا معلومات كلش حلوه رغد، شكرا لك، شكرا تواجدك ويانا بصباح الشرقيه. شكرا لك رغد، شكرا. طبعا نكمل وياكم مشاهدينا، نرجع نذكركم ان سؤال تفاعلي موجود على انستغرام الشرقيه، هل انت مدمن على شراء شيء معين وما هو؟ هاي شوف شويه اجابات من الانستغرام. اوكي حلو، انا دا اشوف اسالك اراء همينة دا يعني نفس الراي اللي انا قلته هو عطور، واكو شباب هنا كاتبين اندومي وحلويات وجلاتين. اي قريت هالاندومي يعني، بس اكو شغله كلش نسيناها هنا، هو كان كاتب الشاي بكل زمان ومكان. يعني يمكن احنا بيوت العراقيه هاي ما يصير نذكرها، لان احنا الادمان مال الشاي يتجدد القوري كل شويه يعني، انت اكيد هم زين بالبيت نفس الشيء، القهوه والشاي يعني شغلات مدمنين احنا عليها. بالضبط، هنا مكتوب حلويات ومكياج ملابس، وايد نقرا تعليقات، بس مثل ما قلت لكم احنا كنا ويا عزيز بجوله، فخلينا نكمل ونشوف عزيز وين صار. تسمعنا؟ قول لنا انت وين؟ اسمعكم، انت تسمعوني زين؟ نسمعك، قول لنا انت وين هسه بالضبط؟ انا حاليا تمام، اوكي. اوكي تمام، انا حاليا موجود بداخل قلعه اربيل، انتم شفتونا يعني الصبح كنا يعني مقابل الاسوار الخارجيه، احنا لا عبرنا الاسوار الخارجيه ودخلنا لداخل القلعه، مثل ما تشاهدون يعني الاجواء اكو هوايه اشخاص اليوم جايين وعايشين هاي اللحظات الحلوه اللي يشوفون بها هذا الشيء التراثي اللي صار يعتبر هو تراث عالمي. طبعا هو اندرج من ضمن لائحه التراث العالمي عفوا. طبعا هسه مثل اذا تشوفون على ايدي اليمنى البوابه يعني اللي يبلشون الناس يدخلون من عندها للقلعه، هاي البوابه اللي هي صايره خلينا نقول مقابل النافوره اللي كنا يمها قبل قليل. هواية اكو اشخاص يعني يقصدون هذا المكان لانه بصراحه له فد منظر كلش حلو، يعني يطل على مدينه اربيل، وهوايه من الاشخاص يفضلون التقاط الصور هناك. بنفس الوقت هسه احنا راح نتوجه لمتحف النسيج والتراث الكردي، يعني طبعا هذا متحف بحسب المعلومات اللي اخذتها من صاحب المكان انه هذا المتحف كان بفتره ما هو يعني فعلا شغال، واكو اشخاص يشترون النسيج من عنده ويوصون النسيج وهذه السجادات، بس تعرفون بمرور الوقت والتطور والتكنولوجيا والحداثه خلتنا يجوز نستغني عن الاشياء الهاند ميد، بس هي تبقى لها قيمتها، لانه تعرفون اي شيء ينصنع بالايد هو يكون يعني اغلى ويكون افضل من الشيء الصناعي. فهسه احنا متوجهين وراح ناخذكم ويانا لمتحف النسيج والتراث، وبنفس الوقت انا هم الصراحه اريد اشوف الاجواء الموجوده جوا، لانه مره من المرات يعني اجيت انا لقيت حتى اكو سياحه هوايه اجانب يقصدون هذا المكان. فهسه احنا راح نقصد هذا المكان ونشوف شنو هي الاجواء الموجوده بداخله. يعني هسه تشوفون انه انا هسه بالمدخل، حتى يمكن المدخل الخاص بهذا المتحف، الصور تذكاريه الصور، وتشوفون المدخل شلون متزين متزين بالنسيج يعني هاي السجاد، هذا السجاد هو كله هاند ميد. وهسه الجو الصراحه يعني جو اكو اله، هاي الاله نفسها اللي كانوا يشتغلون عليها النسيج، وهيش تفاصيل، والصراحه اللي كانوا يشتغلون النسيج والمبدعين بهذا الموضوع اللي هم النساء، فما اتوقع هسه هم موجودين الصراحه. بس اهم شيء كلش متحمسين نشوف المكان يعني. بصراحه واعتقد الاجانب كلش مثل ما قال عزيز كلش يحبون هيك اماكن. الله جت ببالي صوره كلش طبعا هسه احنا بداخل معمل النسيج. اوكي حدثنا عزيزه شوي عن المقتنيات الموجوده جوا، اشرح لنا شنو، هل هي اكثر من محل بداخل هذا المكان؟ هي شوفي يا زهراء، هي مو محلات، هي يعني شوفي سابقا القلعه كانت مكان سكني مثل المنطقه السكنيه. بمرور الوقت الاشخاص القائمين على هذا المكان رادوا يحتفظون بالقيمه الموجوده بهذا المكان ويحولوه لارث، لانه بصراحه يعني تشوفين انه كون اربيل هم وجهه سياحيه هوايه اشخاص يقصدوها بغيه السياحه، فيعني قالوا خلينا نسوي هذا المكان سياحي احسن من ما يفقد قيمته. وبمرور الوقت تشوفون انه المكان
شلون صار، وصاروا هوايه اشخاص يقزوا، بس انتم شفتوا كميه السجاد والنسيج الموجود عزيز يعني وراك حواليه، وهنا هم اتوقع تكون موجوده قطع اثريه. اكو وراك يمكن القبعات المستخدمه وراي احنا الكردي صح؟ القبعات صحيح صحيح، خلنا ناخذكم يم القبعات المستخدمه بالزي التراثي الكردي. طبعا الحلو بالموضوع انه مثلا مقابل كل صوره او مقابل كل عمل اكو فد لائحه بصفه، يعني تقدر تقرا اتوقع ثلاث لغات اللي هي اللغه الكرديه والعربيه والانجليزيه. جميل جميل. تقدر تكتشف المعلومات الموجوده بداخل هذا المكان او بالصوره المعروضه. الاله اللي طلعها قبل قليل عصام، هاي الاله نفسها كانوا يسوون عليها سجاد، يعني هاي الاله الخشبيه هي نفسها هاي الاله اللي كانوا ينحتون عليها ينسجون عليها السجاد وهيك تفاصيل. فتشوفون انه الموضوع هم تطورنا، يعني احنا ما اتوقع ان خلق مثلا نسوي سجاده لمده جوز 3 اشهر، جوز باسبوع تطلع لك سجاده 2 او 3، مو صحيح؟ عزيزي اذا احنا متابعين وياك بهاي الجوله المميزه بقلعه اربيل، لكن حابين احنا هسه شويه نرجع ونقرا التعليقات ونريدك انت تاخذنا بجوله اخرى في مكان ثاني، ممكن بمتحف ثاني يمكن اقل من دقيقتين راح نرجع لك حتى همنا نتعرف على معالم جديده بقلعه اربيل، فابقى ويانا عزيز. واحنا مكملين من استوديوهاتنا في اربيل مشاهدينا، وسؤالنا التفاعلي زهراء لليوم هو شنو اكثر شيء انتم مدمنين على شرائه بشكل دائم وتحبون دائما تبدلون اكثر ما يكون طبيعي، يعني شيء مو طبيعي. انا الحلو بالتعليقات اكو اشخاص مدمنين انه يشترون شغلات معينه ويحاولون يصلحون هذا الشيء، مثلا هنا انا كلش مدمن على السجاير وبلشت شويه شويه اني اخففها وفعلا قدرت اتخلص من عندها. هاي من الشغلات الايجابيه انه الشغلات اللي تحسون نفسكم وصلتوا لمرحله الادمان الها انكم شوي شوي تبلشون تخففوها، شنو رايك؟ اكو اشخاص يعني هذا الشيء اللي انت قلتيه صحيح، الشغلات العادات السيئه ممكن احنا نتخلى عنها بالتدريج، لكن همين اكو اشخاص نشوف انه الادمان عندهم، ولو الادمان يمكن بشكل عام الكلمه هي شويه نيجاتيف او سلبيه، لكن اكو اشخاص عندهم ادمان على عمل شيء معين، مثلا خيوط المكرميه، اكو اشخاص يحبون دائما يعني يخيطون ويسوون شغلات على سيره الهاند ميد اللي شفناها هسه. طبعا احنا راح نترك شويه تعليقات زين ونروح لاخبارنا منوع. حاب تسمع اول خبر؟ يلا. زين انت شايف باقة بصل؟ لا لا, لا بس قريت انا العنوان. اوكي لا تسمعوا وياي الخبر المنوع، احنا بدي وياكم باول خبر لليوم واللي حيكون لباقة بصل بدلا من الورد في احد الاعراس بالفلبين. اصبحت العروسة الفلبينية اربيل اربيليا اللي هي نجمة بين الأعشاب وضحاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي تحمل باقة من البصل في مراسم العرس في أحد الكنائس، وقالت أنها خلت وصفت هي وصفتها أنه هي حابة أنها تحمل بدل من الورد البصل، وبالرغم من غلاء أسعار البصل في الفلبين واللي يبلغ 5 أضعاف متوسط سعرها عالميا، إلا أن العروس أوضحت أنه اتخذها للقرار بالأساس كان من منطلق عملي كونه أن الزهور تذبل وتنتهي والنتيجة راح تروح بالنفايات، بينما هي حبت تستخدم البصل بعد يعني ممكن هم يستخدمون البصل بعد انتهاء العرس، فهم حبوا يستخدموها بطريقه ذكيه اكثر. مبتكر اكثر. ومثل ما تشوفون الصور على الشاشه عندكم انه احنا بدل ما نجيب الورد ويذبل وندبه بالزبل خلينا نجيب بصل. هاي اساليب مبتكره حتى واحد يفكر ليه قدام. بس شكله حلو. لا لا بس. ها؟ هو يمكن جلسه تصوير غريبه بس مو كلش حلو، ما اعرف انت اذا تشوفه حلو. عبالك ورد وردي يمكن؟ ايه بس اذا ما تقولي يعني ممكن ما اعرف. اذا مشاهدينا راح نروح للخبر الثاني ويانا بحلقه اليوم. منزل بتركيا يدور حول نفسه دوره كامله. خلونا نشوف شنو قصه هذا المنزل. بعد يعني بالرغم من انه مساحه هذا البيت هو صغير جدا، تبلغ يمكن 50 متر فقط مربع، الا انه شغل وسائل الاعلام بتركيا بسبب الطريقة اللي هو تم تصنيع بها اللي هي فريدة جدا،
طبعا هذا البيت يدور بحوالي 360 درجة في ولاية ريزا على البحر الأسود والمعروفة بطبيعتها الخلابة جدا. طبعا استغرق تجهيز هذا البيت عام واحد فقط حسب ما ذكر رجل أعمال جميل واللي بنى هذا البيت وهو مالك هذا البيت. ذكر انه قدرة البناء انه هذا البيت كانت يعني ما كانت كلش معقدة، وهذا البيت يدور حول نفسه 360 درجة جاءت وكانت نتيجة لانه التضاريس الموجودة والمحيطة في هذا المنزل، حتى انه السكان داخل المنزل يقدرون يشوفون الطبيعة الموجودة وما يكون ممل للاشخاص الموجودين بالبيت نفس يعني الوقت. خصوصا منطقه ريزا صايره بداخل الترابزون، فهم من حقهم يسوون هيك بيت لانه لازم تشوف المناظر هناك لان هي كلش تشبه سويسرا. فحبيت بما انه شفنا ريزا، من ريزا راح نرجع للقلعه، فنرجع ويا عزيز. عزيز وين انت؟ احكي لنا وين وصلت. طبعا زهراء وزين، انا هسه موجود وخلفي بالضبط اللي هو يسموه المسرح الروماني. انا زرت هذا المكان سابقا يعني مره واحده، ومن زرته كانوا موجودين هنا سياح اجانب جايبين وياهم الاتهم الموسيقيه، وهنا تشوفين على المسرح الروماني يعني على المدرجات كانوا هوايه اشخاص قاعدين. فصراحه يعني الاجواء كانت تفوتكم بذاك اليوم، بس يعني اليوم مثل ما تشوفون كانوا قبل قليل هنا هم موجودين اشخاص، وبس طلعت شويه الشمس، تعرفون شويه الجو اختلف وهيك تفاصيل، فبس طلعت شويه الشمس قصدوا غير مكان. وهسه احنا هم راح نقصد غير مكان، راح نقصد مكان تكثر به الانتيكات، ومثل ما تعرفون اليوم هوايه اشخاص هم من هواه الانتيكات ومن هواه انه هوايتهم يحتفظون بالاشياء القديمه. فهسه احنا متوجهين لمكان الانتيكات، بنفس الوقت هذا المكان هو به هدايا تذكاريه، يعني انت اليوم من تقصد هذا المكان تقدر تاخذ مثلا فد هديه او فد شيء معين تهديه لصديقك لاهلك، حتى تقول لهم انه انا وصلت لهاي النقطه وهذا المكان كان كلش حلو. فهسه راح نتوجه انا وزميلي المصور لهذا المكان حتى نشوفكم شنو هي الاشياء الموجوده بداخله وشلون يكون تصرف الناس وياها، لانه هوايه ناس اليوم الصراحه يفتقدون رؤيه الاشياء التراثيه القديمه. تعرفون هذا السماور اللي كانوا اهلنا قبل يحضرون به شاي، وهاي الاشياء النحاسيه كلها موجوده بداخل هذا المتحف. فخلي نتوجه انا وياكم لهذا المكان. يلا احنا منتظرين حتى نشوف شو داخل، نشوف الاجواء الموجوده بداخله. احنا كلش قليل بس راح نلحق نشوف المعالم الموجوده داخل هذا المتحف. هسه احنا موجودين داخل هذا المتحف. خلفي هواي اكو ناس الصراحه، ويعني هسه راح يجي المصور راح يشوفكم كل الاشياء والنحاسيات المعروضه هنا. هي كلها اشياء قديمه، واغلبها يعني اغلب هذه القطع هي قطع نادره، ويجوز قطعه او قطعتين بكل العالم. فدا تشوفون انه اليوم شلون اكو قيمه للشغله القديمه اللي مصنوعه هاند ميد، وهذا الموضوع قبل شوي قلت لكم عليه من السجاد، انه السجاده حتى المصنوعه يدويا تصير اغلى من المصنوعه بالماكينه او شيء، مو صحيح؟ اكيد تكون يعني مميزه اكثر. هواي اشخاص يحبون يحتفظون بهاي الانتيكات او يخلوها كديكور بالبيت، فكلش حلو المكان. شو رايك فيه زين؟ انا بس اريد فت هيك تذكر منك ما طول انت وصلت هناك قبلنا عزيز، فت سبحه تذكر. احنا على قولة كاس الخليج وبطوله كاس الخليج، عين غطا وعين فراش عاش. هاي الاغنيه مال الخليج تدلل زين. هسه تشوفون انتم حتى الصور، تشوفون المكان بداخله شلون يعني محتفظ بالشيء التراثي. هنا أنا اتوقع هذا جلد. اي جلد طبيعي يمكن حيوان ما. هل مثلا عزيز صاحب المكان موجود ممكن احنا نحكي وياه مثلا تساله انت اقدم شيء موجود عنده او اقدم يعني قطعه؟ بصراحه القائمين على هذا المكان
القائمين على هذا المكان هم يعني جيت استفسرت من عندهم ان هم غير موجودين وتعرفون انه مثلا يجوز اكو ناس تنحرج والناس تكون ما مستعده لهذا الموضوع. ف يعني هم انا ما ردت الصراحه احرجهم، بس بنفس الوقت يعني احنا اخذنا صلاحيه انه نصور هذا المكان الحلو ونستعرض لكم هذه الاشياء. هسه هنا اكو مجموعه من النواظير. هذا الناظور القديم اللي احنا شايفيه بس عند كابتن امريكا، اللي شايف كابتن امريكا. جميل. طبعا عزيز من القديم للجديد، الساعه الرمليه، الاشياء. نعم نعم زهراء. يعني عزيز احنا اليوم جولتنا ان شاء الله الناس بعد ما هي يشوفوها كلهم حيروحون من وراك للقلعه، صاروا كلش متحمسين انهم يشوفون هاي الاماكن. وشكرا لك وشكرا لجولتك اليوم، كلش استمتعنا وياك. شكرا لك، شكرا لك عزيز على الجوله المميزه. اذا عندنا مشاهدينا عندنا خبر منوع اخير. خبر منوع اخير حناخذه وياكم. كنا شايفين بالملاعب البطاقة الحمراء والصفراء، بس ما شايفين البطاقة البيضاء من قبل. بس بمباريات كرة قدم للفتيات في البرتغال فجأة ظهرت بطاقة بيضاء لإحدى اللاعبات. ليش؟ لأنه يعتبرون البطاقة البيضاء هي عند التعب أو عند الغثيان فينطوها، وكانت هاي أول مرة تظهر هاي البطاقة بس ظهرت بهاي المباريات. فصدق فشي غريب، لا حمراء ولا صفراء. أنا روح رياضية من مال الشخص، أنا استغربت أنه صار أكو هذا الكونسبت أو إضافة جديدة للفيفا بالضبط بالاستخدام بالطاقة البيضاء. جميل جدا. إذا مشاهدين احنا بهاي الأخبار المنوعة وتعليقاتكم الحلوة وصلنا لختام حلقتنا وختام حلقة نهاية الأسبوع. نلتقيكم بأسبوع جديد أكيد. مع السلامة. مع السلامة.